كان ابتديت المباراه ريفر لازم ريفر بليت اظن بالنسبه لكم يعني طبعا يوم تاريخي جدا. ايه اللي حصل؟ والله كابتن يعني كاس العالم جدا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي كله يعني من افضل واحسن 10 ايام في حياتي قضيتهم في حياتي كلهم مع العين بصراحه. 10 ايام يا كابتن انا ما مش ناسيهم لحد دلوقتي. ان شاء الله اتمنى ان انا احققهم مع الاهلي والسنه دي احقق البطوله بقى باذن الله. ان شاء الله وصول للنهائي واللعب مع الريال كان حلم بالنسبه لك؟ طبعا حلم، طبعا حلم كبير، وتلعب يعتبر في وسط بلدك في وسط جمهورك في الناس كلها بتشجعك، كل مباراه الاستاد متقفل، كان عندك كل الميزات. يعني اول مباراه كنا خسرين 3-0 والحمد لله رجعنا 3-3 وكسبنا، ومباراه الترجي كسبنا 3-0، مباراه ريفال بليت اول دقيقه كسبين 1-0، بعد كده 1-1 2-1 وضيعوا ضربه جزاء، بعد كده احنا نتعادل ونلعب 120 دقيقه، بعد كده نكسب ضربات جزاء خالد عيسى الوحش طبعا. وبعد كده نوصل فاينل ريال مدريد، فدي كانت حاجه كبيره جدا، والفرصه اللي انا ضيعتها برضه. طيب عايز اسالك عن الهدف اللي حرمك منه راموس، مش كده؟ يعني عملت كل حاجه لحد دلوقتي اكيد برضو لحد دلوقتي يا كابتن، يعني اوقات ما باجي اتفرج عليها مثلا بحاول اوقف لحد قبل ما اشوطها. لا والله والله يا اما احاول اقنع نفسي ان هي دخلت خلاص. ما فيش حل تاني، جون خلاص. ما المشكله يا كابتن اللي هي كمان عكس جسمه اللي هي اصلا يعني هو صعب اللي هو يلحقها. او مثلا زي كره محمود علاء في النهائي اللي هي مثلا ما تخبط تخبط وتدخل تخبط وترد. لكن هي عملت زي برضه مباراه الزمالك بالظبط. اللي هي بعد ما بتخبط لا بتترد وتعمل لا ترد وتطلع. فطبعا يعني الكره دي بالنسبه لي يعني انا فاكرها دايما ومش ناسيها، لان كانت كره بالنسبه لي انا كنت هفضل طبعا يعني طول عمرك طول عمري في الحمد لله في ريال مدريد طبعا. في نهائي كاس العالم للانديه طبعا لو في تمرينه بتبقى حاجه بالظبط تفرح يعني. لكنه برضه كنت محظوظ بالجيل اللي موجود معاك.